مساء الخير من شارع الحمراء. شكلت تجربة الإعلامية اللبنانية زافان قيومجيان على مدى 3 عقود نموذجاً للنجاح والاستمرارية والتجدد في العمل الإعلامي بأشكاله المختلفة. من البدايات في تلفزيون لبنان مراسلاً ومقدماً لنشرة الأخبار، ومن ثم برنامج 5 على 7 الذي شكل نقلة نوعية في مسيرته، مروراً ببرنامج سيري وانفتحت على شاشة المستقبل، التجربة الأطول والأشهر والتي تصدرت البرامج الحوارية الاجتماعية لفترات طويلة، ومن ثم برنامجي على الأكيد وبلا طول سيري على الشاشة نفسها، وصولاً إلى البرنامج الإذاعي بونجورين مع زافان على أثير إذاعة صوت كل لبنان، وبرامج الفضاء الرقمي كنفس جديد والساحة وغيرها. مسيرة حافلة للرجل المولود في بيروت في العام 1970، حصل خلالها على عدد من الجوائز التقديرية والتكريمية، من بينها جائزة الموريكس دور الذهبية، واختياره واحدا من بين 40 شخصية أكثر تأثيرا في العالم العربي حسب مجلة نيوزويك الأمريكية، وحلوله في المرتبة 3 على لائحة ضمت 30 شخصية من الأكثر تأثيرا على موقع تويتر في لبنان. الإعلامي زافان قيومجيان في هذه الحلقة من شارع الحمراء، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا من داخل مكتبة أنطوان في شارع الحمراء الرئيسي. هذه المكتبة التي طالما كانت وجهة ثقافية أساسية في هذا المكان، كانت وما زالت طبعا في منطقة الحمراء. مؤخرا صدر عن دار هاشيت أنطوان هذا الكتاب، كتاب الجميل والأنيق بيروت جيلتي بلاجرز، كيف ما كنت بحبك، لمؤلفه الكاتب والإعلامي زافان قيومجيان. هذا الكتاب مشاهدينا هو الكتاب الرقم 5 بعد سلسلة كتب لبنان فلبنان. أسعد الله مساءكم. 100 لحظة صنعت تاريخ التلفزيون، شاهد على المجتمع، وشوفي لبنان on screen. لبنان on screen، لبنان على الشاشة. أهلا وسهلا فيك زافان، بلا طول سيري يعني. أهلا وسهلا فيك بشارع الحمراء، ومبروك الإصدار الجديد والكتاب الجديد، كيف ما كنت بحبك. ماذا تعرف أنا بعدني لم أختار إذا كان كيف ما كنت بحبك أو كيف ما كنت بحبك، لأنه إذا لبيروت كيف ما كنت بحبك، أنت تارك على كل حال بلا الفتحة وبلا الكسر، لكل واحد يقول له مثل ما بد. بس أنا بالنسبة لي كيف ما كنت بحبك. لمين؟ لبيروت. لمين بتقولها كمان غير بيروت؟ لا، كل حدا عباله يسمع. انا بحب كل العالم اجمالا، كيف ما يعني بحب العالم كيف ما كانوا بلا ولا شيء. يعني يمكن كتاب الجاي يكون بلا ولا شيء. بلا ولا شيء، حلو كان. بدي رحب فيك ببرنامج شارع الحمراء في هذا المكان الذي يعني لك ايضا. صدر لك بتصور 3 أو 4 كتب صاروا عن مكتبه، عن دار هاشيت أنطوان. بدي رحب بكل المشاهدين اللي انضموا إلينا في هذه اللحظة في هذه الحلقة مع الإعلامي زافان قيومجيان في شارع الحمراء. الاسم بغنى عن التعريف طبعا. ماذا في الكتاب زافان؟ ماذا في كتاب كيف ما كنت بحبك؟ تعرف هذا الكتاب لأول مرة بحبه معك، صدر يعني من كم أسبوع، وكل المرة مثل رافضه، مثل وكأنه صدر وأنا في مكان آخر، لأنه لما كنت عم بشتغله بلشت شغل فيه من 4 سنين.
كنت بمحل وأنا اليوم بمحل والمراحل اللي قطع فيها لبنان كنت كل الوقت يعني بطريقة أوتوماتيكية عم جرب جدد الكتاب ليواكب مراحل لبنان. ولما صدر حسيته غريب عني، يعني حسيته هذا لست أنا وهذا مش بيروت، لأنه الكتاب قائم على فلسفة ولا بعد شوية فينا نحكي فيه أنه في ثلاثة بيروت، اليوم في خمسة بيروت وفي عشرة بيروت يعني. لما صدر مثل يعني قررت مثلا ما بدي اعمل له حفل توقيع، قررت ما يعني كل ما بدي احط بوست على السوشيال ميديا كان عم ياخذ معي تفكير ووقت وجهد بحط ما بحط. هلا لما انت عم تحكي عنه وماسكه بايدك ووراك كل هالكتب وبي انطوان بالحمرة، بحسيت لا قلت بيستاهل يعني احتفل فيها الكتاب وبيستاهل انه افتخر بنفسي انه عملت هذا الكتاب والمنيح اللي عملته لهذا الكتاب. بقى شكرا لانك نقلتني من هالخجل بانه عم بعمل كتاب والبلد وين ونحن وين، لبهاللحظه الفخر انه انا كان عبالي اعمل هذا الكتاب وعملته لهذا الكتاب ورح فكر بكتاب تاني واعمل كتاب تاني. بقى شكرا. دائما بتفكر اصلا بالخطوه التاليه باي خطوه بتعملها. انا بدي وجه تحيه ايضا لعلي شحاده اللي هو المصور للصور الموجوده في صفحات الكتاب، هي كلها لعلي شحاده. نعم يعني علي مش بس بدنا نوجه له تحيه، بدنا نوقف له ونقعد له احتراما لشغله. هو تقريبا شي 50% اذا مش اكثر من الصور لعلي شحاده اللي هو شريكي بصناعه هذا الكتاب، وبقيه الصور هن صور ارشيفيه او صور لمصورين اخرين. اعتبرت انه الصوره تبعهم هي الصوره الايقونيه للاماكن، يعني اذا مصورين مثلا بنايه او لقطه اعتبرت انه هيدي هي اللحظة اللي بدي خلد فيها أو بدي أدخل فيها هذا البناية إلى كتاب. ما بدي نافس أو ما بدي أعمل كوبي أو ما بدي أنسخ صورة أيقونية، بدي أجيب الصورة الأيقونية بحد ذاتها وأعطي الكريدت لصاحبها. هو الكتاب جولة ببيروت اللي أنا بعرفها واللي أنا بحبها واللي هي ذكرتي بعشر أماكن ببيروت، وبلش من 4 سنين أنا وعم بعمل الطبعة الرابعة على لبنان شاتواس. نعم. وأنا كتير مبسوط، يعني ما بعرف إذا أنطوان هن عاملين الديسبلاي هيك أو هلا كرمالي يعني لأسكت، لأنه أنا بجي دايما أبني وين كتبي؟ ليه ما عم شوف كتبي؟ أنا وعم بشتغل على لبنان شاتواس لبنان فلبنان الطبعة الرابعة، حسيت انه عبالي حدا يكون في كتاب صغير مثل ابنه للبنان شاتواس، شيء طالع من فلكه بس بغير كونسبت. وهذا الكتاب اساسا بلش كان مثل مقدمه الطبعه الرابعه، بيكون كان 5 صفحات مقدمه تجديد للطبعه الرابعه تحطه باطار جديد. ورجع يعني بين انه هاي المقدمه كانت عم تكبر من 4 صفحات ل10 لفجاه 300 صفحه تقريبا، وكنت هيك يعني فتت بالمشروع، يعني فتت فيه من دون ما حس، اللي هي كانت الفكرة رحلة ضمن بيروت سيرا على الأقدام مع ناس بيحبوا يتعرفوا على الوجه الآخر لبيروت أو أماكن مميزة لإلي. ولما كنا عم نشتغل يعني بزمن 2005 كانت هيدي الرحلات الالترناتيف يعني البديلة عن الرحلة التقليدية تبع وزارة السياحة المش موجودة، بس انه رحلة ال5 دقايق بين البحر والثلج كان في هيك يعني بيروت السياحة التقليدية. في سياحات انواع تانية من السياحات، في عندك سياحة دينية، عندك سياحة ليلية، عندك سياحة البيئية. بقى في برز بهالسنوات العشر الأخيرة نوع آخر مثل بيروت إذا بدك الأربن بيروت، يعني بيروت المدينة المثقفة أكثر اللي بيحبوها الأوروبية أكثر، أو بيروت يعني الثورية أكثر، وكان أو بيروت اللي هيك يعني يعني ما بعرف بيروت أخرى ضائعة، بيروت الضائعة بضياع كل بيروت. وأحد الأشخاص اللي كانوا عم يعملوا هالنوع من الرحلات الألترناتيف كان روني شطح. وكانت أنا يعني تضلني أسمع أنه وفود وناس وأجانب وطلاب راحوا مع روني وعملوا التور، ما بعرف شو كان مسميها للتور، صرت أنا كمان غرت أنه ليه هو عنده تور وأنا لا. بقلت هيدي الفكرة الجديدة تبع الكتاب بعملها كانده في التور تبعي ببيروت، يعني أنا بحب أمسك إيد حدا بحبه وبرمه ببيروت اللي أنا بحبها واللي أنا بعرفها وبيروت المربوطة بذاكرتي، لأنه بنتيجة أنا ابن راس بيروت وربيت كل حياتي براس بيروت، وبوقت انه راس بيروت كانت بأسوأ لحظة تاريخية اللي هي الحرب.
بلشت بهذا المشروع، وكان على اساس انه هيداك الكتاب لما نشرت وايس غالي شي 100 دولار وشويس، وكانت هي بوقتها وبعده كان هيدي فكرته انه بيكون انه 20 دولار بيكون لرخيص للي عم انه بيعمل معي التور وبيشتري هيدي الذكرى وشبابي اكثر الشعور. هلا بس 20 دولار اليوم مش مثل اللي وقتها، هلا صار اغلى بكثير يعني، بطل لانه بطل في ورق. هيدي خبروني هيدي اخر كميه ورق موجوده ببيروت انحطت بهذا الكتاب، وتركوا نص الكميه لانه استاذ احلام مستغامني بدها تعمل كتاب سو ليكون في ورق، لانه ما في ورق بلبنان هلا. فتنا بالمشروع انه اعمل التور تبعي، وشوي شوي كانت عم تتغير بيروت وعم بيصير كل الاحداث بين الثوره بعدين كورونا بعدين الاقفال بعدين الانهيار الكبير، وجربت جدد هيدي الكور وهالتور، وبهالمسار كان في 10 جاي من الكور ايه، وبهالمسار كان في 10 مباني اضفنا الاهراءات كتحية لهيدي المرحلة بعد تفجير 4. نعم. واخر شيء اخر يعني هو قبل ما يروح على المطبعة بشوي، لانه هو على مدى هالثلاث سنين مثلا نروح على المطبعة ويرجع انه مش وقتها، صح يروح على المطبعة ويرجع، كثير مشاريع تأجلت صح. بقى اخر شيء يعني هو اخر مرة على المطبعة قبضة الثورة، حتى قلت لازم تنعمل قبضة الثورة. فقت النهار الثلاثة الصبح دقيت لعلي شحادي قلت له فلنصور قبضة الثورة، قال اليوم ما فيي بكره، قلت له اوكي مننزل. وعلي دائما بيحب يصور مثلا قبل الفجر وبعد الفجر وقبل الشمس وبعد الشمس ليلاقي اللايتنج المناسب لها. جينا النهار المعين حرقوا القبضة، يعني النهار اللي احترقت القبضة اخر مرة. ووقتها اخذت القرار انه هي المعلم الوحيد الغير موجود في هذا الكتاب، وصور يعني جبت اجمل صور القبضة وكتبت قصة عن القبضة. فهو الكتاب حلوين القصص حلوين، هو الكتاب هالجولة بعشر معالم انا مسميها. ليه اخترت هالعشر معالم؟ انا مسميها معالم الحرب الحية. هي معالم يعني هي مثل قلعة بعلبك للرومان. سريعا بس اسمح لي زفين للمشاهدين، عم نحكي عن المتحف الوطني بيت بيروت تواصل. انت بلشت من تحت لفوق. البيضة مبنى البيضة بساحة الشهداء، هلا انا فتحت قبضة الثورة طبعا تمثال الشهداء، اي بلشت من تحت بشكل معاكس. تياترو برج المر، الهوليداي ان سان جورج، لوريون، واهراءات بيروت كانت. نعم. واهلا وسهلا بكم في جولة كيف ما كنت بحبك. أوكي. او كيف ما كنت بحبك. هي الفكرة هيدا يعني العشر اماكن اللي بلشنا فيهم بلس يعني هني 10 بلس 2. لما بلشنا فيهم كانت الفكرة انه فلسفة الكتاب قائمة على أنه أنا جيلي عاش بصراع بين اثنين بيروت، بيروت الحرب المدمرة المكسرة المحطمة، وبيروت الـ يعني الـ إذا بدك المستعادة، بيروت إعادة إحياء بيروت ووسط بيروت والداون تاون وبيروت الألفين وعودة الروح إلى بيروت، بيروت مسيرة البناء والأعمار. بين هالبيروتين نشأ جيل ونشأت ذاكرة ونشأت مواقف، وانت صرت تعرف عن نفسك وتعرف عن يعني وتحب نفسك وتتقرب من الآخرين حسب موقفهم من هالبيروتين. هيدا جيلي. بالوقت اللي الجيل اللي قبلي يعني جيل أهلي عنده ثلاثة بيروت، عنده بيروت الستينات بعصر الذهبي، بيروت الحرب المدمرة، وبيروت ما بعد الحرب. فأنت عندك هالثلاثة بيروت. أنا نظريتي بهيدا الكتاب إنه بالوقت اللي نحنا ضايعين بأي بيروت نريد وأي بيروت نحب وإياها بيروت الحقيقية، فجأة اللي بحكي بهيدا الكتاب إنه هنالك بيروت جديدة نشأت، اللي هي بيروت اللي بتشبه دبي، بيروت بتشبه كل الـ الـ المدن الكوزموبوليتان، بيروت الحداثة. إذا بتعمل جولة اللي هي هاي اللي هي هاي يعني بيروت إذا بدك بيقفى الزيتونة باي، الواجهة البحرية، الواجهة البحرية اللي هي واجهة بحرية مش بس بالنيات، هي سيستم، هي إنه كل الشركات الجديدة عم تاخد هيدي بيروت جديدة، وهيدي بيروت الثالثة اللي مش ذكرتي أنا ما بتعني لي هيدي البيروت. هيدي إذا هلأ بتبرم عليها بتشوفها مباني خالية، وهيدي امتداد ايه يعني هيدا صار غير موضوع، وهيدي امتدادها هي جميزة، هي مرمخايل، هي بيروت ديجيتال ديستريكت، هي بشار الخوري، يعني هيدا الامتداد اللي هو الاماكن اللي بيروحوا لها الجيل الاجلي، اللي اولادي بيروحوا بيسهروا فيها، اللي اولادي بيروحوا بيتعلموا فيها، اللي اولادي بيروحوا بيتسكعوا فيها. هاي مش بيروت، ما بتشبهني هيدا بيروت. زافين
بتعرف، بس خليني اكفي لك هذه الفكره. هي بيروت كلها ودوله بقى. كانت نظريتي انه مع هذه البيروت اللي نشات واللي عاشت، اللي هي مثل كل المدن يعني، كل جيل عنده مدينته. اهالي لندن بالنسبه لهم يعني اللي عمره 18 لندن تبعه شيء، واللي عمره 30 صحيح. لندن تبعه شيء، واللي عمره 70 لندن تبعه شيء. سو انا كانت نظريتي انه بهالبيروتات الجديده اللي عم تطلع، بس بعد في بنصهم هالشرخ، أو في جدران بيروت العظيمة أو أسوار بيروت الكبرى، اللي هي هاو المونيمنتس، هاو المعالم الحية اللي بتذكر بالحرب واللي فيهم بعد الحرب عايشة. وعملت هيدي الجولة على هيدي الحرب لأنه اعتبرت أنه من خلال هالعشر أماكن فيك تخبر بيروت وقصة بيروت بكل تطوراتها وبكل نشأتها وبكل طلعاتها ونزلاتها. بلشنا من سان جورج، من البحر. سان جورج شو يعني؟ سان جورج امتداد بيروت لتكون جزء من المتوسط. بيرجع عندك الهوليدي ان لتصير بيروت جزء من الشرق اكثر، من الخليج، من ثوره النفط. بيرجع عندك لوريان اللي هي بيروت العثمانيه، الانتداب، بيرجع الاستقلال. تصور المبنى كولونيالي. ايه ايه يعني عندك يعني صرنا نحكي يعني ست عم بحكي عنها. وبرج المر يعني شو يعني برج المر؟ انه عندك زلمه ببيروت بنص قلب بيروت بده يعمر اطول مبنى بالشرق الاوسط، هذا شيء كثير بذكرك بدبي. سو عندك هالمراحل المختلفه لبيروت، وصولا لاخر شيء المتحف الوطني، واللي هي بالمتحف الوطني انا ليه يعني عم اقول لك المباني او المعالم الحرب اللي بعدها حيه، لانه بالمتحف الوطني في على حيط تركين فتحه اللي بيقوصوا منها كانوا. وهيدي الفتحة بعدها موجودة. ايه وهيدي الفتحة عاملينها ب ب بشيء من بقايا اثارات القرن الخامس، بوحدة من اوائل الكنائس بلبنان. هي موزايك، بقلب الموزايك عاملين مثل دشمة، وبالدشمة عاملين فتحة بالحيط، واللي اعادوا اليوم ترميم المتحف حافظوا على لانه ليه؟ لانه هالفتحة او هالدشمة هي جزء من تاريخ هيدي المدينة، من ثبات بيروت وتمثال الشهداء. ايه وحتى يعني بتمثال الشهداء كله رصاص، هدول الرصاص قرر في حدا مخ قرر انه يترك الرصاصات وما يلحمهم. ليه؟ لانه الحرب ايضا هي جزء من تاريخ المدينه. هلا سالتني السؤال الكثير صعب، مثل النقاش هلا حول انه بتبقى الاهراءات والله ما بتبقى كشاهد على الجريمه. نعم انا ضد انه تبقى، يعني خلينا نبلش الحوار من هون ونكفي. ليه؟ لانه ما بتعبر عن شيء. لحظه نقاش هو حول لانه لحظه اثار الجريمه وطمس اثار الجريمه. ايه لانه لحظه فساد يعني بنتيجه المعالم، انت لما تتركها لتكون دروس للانسانيه هي لازم يكون فيها قيمه. هيدا هي قيمه فساد دوله بكاملها. ما بتعمل تمثال لفساد، بتعمل تمثال واثار ايه ما بتعمل يعني جريمه روحت نص بيروت. ايه ما بتعمل يعني فيك ترجع تعمل مونيمنت بمكان ثاني او بذات المكان برؤيه تعلمنا شيء من هالدرس، مش تترك الدرس. السؤال الصعب يعني واحد ما بيضل بالجامعه كل عمره، واحد بيتخرج. في جمله لإلك بتقول وبصير استاذ كمان بيعلم اعلام بالجامعه صحيح؟ بس انا لك شغله انت هون من الجامعه. انا جاي من نص وهلكين اليوم تلاميذ ما تذكرني شو بدك تقول لهم للتلاميذ؟ لا على سلامتهم. بشتغل هون قوي، بتعرف من صف لصف بصير مش مصدق اروح على الصف. لانه انا بالنسبه لي الصف بتعامل معه كانه حلقه تلفزيونيه، يعني بصير انه كيف بتبلش كيف بتختم وعشوائي الاعلانات بدنا نفوت اعلانات. بس انت سالتني اي بيروت؟ بيروت اياها بيروت الحقيقيه. اكتشفت انا وعم بعمل الكتاب وانا وعم يعني ادرس العالم اللي بتحب بيروت، لان بتعرف بيروت عندها كثير محبين. وبيروت حيه وبيروت عظيمه، مش بسبب حجارها وترابها وبنايتها، بسبب الناس اللي بيحبوها. هي حلوه بعيون، هي حلوه بعيون اللي بيحبوها. بس اكتشفت انه يمكن قد اكون انا الوحيد اللي بحب بيروت باكملها، بيروت كامله. يعني بتناقضاتها كمان، مش بيروت مثل ما هي. يعني في ناس بيحبوا بيروت الستينات والزمن الجميل ونوستالجيا وبينزلوا بكي، وناس انه يا محلى الحرب والحرب حلوه، وعندك ناس هيدي يعني بورنوغرافيا الخراب، بيشوفوا بنايه خربه بيفكروها يعني انه عظيمه. وناس بيحبوا الداون تاون يعني بيروت الألفين، وناس بيحبوا بيروت اليوم. بس اكتشفت انه هدول كلهم بيروت. ما فيك انت تحب جزء من بيروت وما تحب الجزء الثاني.
بدك تحب بيروت كلها مثل ما هي. ليه اللي بحبه بيروت كلها؟ يعني فيهم يحب مثلا، نحن بنحب كل بيروت بس ما بنحب الداون تاون. الداون تاون هي جزء من بيروت. طيب الداون تاون هي جديد رؤية بيروت. بعدك عم تقول انك قبل شوي انك ما بتحب هيدا النموذج من المباني مش ما بحب، مش لإلي مش لإلي، بس انه هيدي بحترم وجوده. بوصل ابني لهونيك ليكون، لانه هيدا المكان الفضاء اللي بيحسه لإله، بس هو مش لإلي. يعني انا هونيك الغلط، انا الختيار بالمكان الغلط، بس مش يعني انا رافضه، مش يعني انا بوقف لهونيك بقول مباني ما بتتقبل يعني بيروت كما هي. ما بحتفل، ما بحتفل انه البنايات فاضي هونيك. انا بزعل انه البنايات فاضي، لانه بدي اياها تكون البنايات عم بتعج حركه وحياه، لانه المستقبل هونيك. تذكرت هلا عباره قديمه ببدايه التسعينات، بيروت مدينه للمستقبل. بتتذكر الشعار يعني بعتقد طارت بيروت وطارت المدينه وطار المستقبل، وهذا الشيء كثير مؤسف. فشلت بيروت في جمله هلا قريتها، لاني هلا فتحت الكتاب وانا بدي اشكرك زبان انك هديتني نسخه من الكتاب. هاي عيني بتضل فيها بتعرف هذه النسخه بتضل، اذا حسيتك مثلا بخلال شهرين مثلا ما قريته انه برجع بسترجع. بانتظار طبعا توقيعك أكيد. في وقت لاحق رح اختم المحور الاول حول الكتاب، لانه في العباره بتقول فيها انه فشلت بيروت ان تكون رساله. نعم. فلتكن درسا. اي درس؟ لبنان يعني حسب كلمات البابا انه هو رساله في الشرق الاوسط وفي العالم، وهذا الشيء افتخرنا فيه وعشنا عليه وسكرنا عليه وانبسطنا. انا برايي اليوم المتواضع من بعد يعني تجربه ال 15 سنه اللي مرقنا فيها مع الاسف، وهذا الشيء اللي بختم فيه يعني مقدم فلسفة الكتاب، انه فشلنا بانه نكون رسالة، لم نستحق هذا يعني هذا المسمى، فشلنا. يعني انه شو يعني رسالة؟ انت عم تقرب العالم من بعض، انت عم تخلق دايفرسيتي، انت عم تجيب تنوع، عم تخلق تنوع بمكان واحد. الاسلام بدهم يحبوا المسيحية، البنات بدهم يحبوا الشباب، بدك تقبل الاخر كيف ما كان وين ما كان وكل هذا التنوع، يعني بدك تقبل الاخر. صح. المسيحي والمسلم والسني والشيعي والأرمني والدرزي والماروني بدهم يكونوا عايشين متساويين، والأبيض والأسود. يعني عم جرب ما أنسى شيء، بس إنه ما هذا الشيء مع الأسف ما كنا رسالة سلام، لأنه عنا فتنا بحروب أهلية وسخة، وما كنا رسالة أخوة، وما كنا مواطنين، وما كنا مواطنين، وما كنا شيء. وبالتالي أنا اليوم نظريتي بالموضوع إنه نحنا هاي رسالة أكسة صفحة جديدة مع الأسف. كان حب علينا لازم نبلش بشيء جديد، كان احب علينا، كان احب علينا نكون رساله، ما صرنا رساله. بركي اليوم الامارات هي الرساله، هو الاهم بالنتيجه نبني دوله، نبني وطن، هيدا الاهم من الرساله حتى. يعني ما هي بنتيجه انت عم تبني الوطن على اساس انه انت رساله. شو يعني عم تكون سامي؟ طيب بقى اللي صار اليوم انا عم اقول انه نحن بطلنا رساله، ما هيك؟ بقى لازم نكون شيء، يعني ما فيك تكون دولة بلا معنى. بقى أنا قلت نظريتي إنه شيء، يعني بالإذن من الأكيد يعني البابا له يعني له رمزيته ومكانته. رمزيته، بس إنه حسبني أنا الابن البابا. أنا بعتقد إنه نحن أحسن شيء فينا نكونه اليوم درس، وأحسن شيء فينا يعني بكرة بكتب التاريخ ما في to do list إنه ماذا أعمل، لازم يحطوا لبنان تحت ماذا لا تعمل. يعني إحنا رسالة to what not to do list. يعني لازم الدول اللي بقى تبني مستقبل أفضل لها يشوفوا تجربة لبنان، شو عمل لبنان، يعملوا عكسه لا يقدروا ينجحوا ببناء وطن سعيد، وطن رسالة، وطن بيعامل أبنائه بطريقة متساوية، بلد بيحترم أبنائه، بلد بيحترم الغني والفقير، بلد بيحترم شقة وتعب أبنائه. إذا أنا حطيت مصرياتي بالبنك بدي تاني نهار روح شوفهم بالبنك، وبلد ما بيرجع بينتخب الفاسدين. صعبتها. خليني أروح على فاصل. ذكرت دبي قبل شوي، أنت رجعت مؤخرا. لا أنا بعدنا جاي من دبي، وأنا دائما منتدى الإعلام العربي، ما هيك؟ نعم، ودائما نموذج دبي يعني نموذج بالنسبة لي كتير حلو. بدي احكي شوي عن هذا النموذج الذي يقال بانه سرق الوهج من بيروت على الاقل اعلاميا. يعني ما راح اروح احكي بشيء ثاني، لانه كان مخطط يعني ان تكون بيروت ايضا مركز اعلامي في المنطقه. بعد هذا الفاصل نتابع مع زافين قيوميجيان هذه الحلقه من شارع الحمراء، ودائما من مكتبه انطوان في شارع الحمراء الرئيسي. طيب شارع الحمراء، علاقتك منيحه مع شارع الحمراء؟ انت قلت قبل شوي انك ابن
أنا كلت فولت بشارع الحمراء رأس بيروت. يعني أنا شو بعرفني أول كمان مرة كمان هيدي المنطقة تغيرت. أنا أول مرة رحت لحالي على يعني مشيت لحالي على الطريق بشارع الحمراء، أول مرة شربت قهوة بكافي تروتوار بشارع الحمراء، أول مرة فتت على مكتبة بشارع الحمراء، وهون تحديدا بهيدي المكتبة. وبس كنت يعني مثلا يزعلوني شي مرة، عم نحكي الثمانينات، روعة واي إن هي المكتبة يعني المنافسة سكرت للأسف. مع الأسف سكرت. أول مرة حاضر فيلم بورن بسينما بالحمراء بقى. كل حياتي ومراهقتي وطفولتي هي بشارع الحمراء بقى. أنا دايما بعتبر نفسي جزء من شارع الحمراء، وأنا بعتبر أنه الشارع الحمراء هو الداونتاون الجديد تبع بيروت بعد الحرب. استفاد على كل حال على فترات مختلفة شارع الحمراء من طبعا يعني خلو منطقة وسط بيروت طبعا بسبب الحرب، وتحولت فعلا إلى ما يشبه وسط بيروت، حتى شارع الحمراء تغير زفان. على كل حال الأماكن تتغير بس بترجع بشكل آخر. نعم. ويمكن علينا أنه نتقبلها مثل ما هي. القلب المدينة الحقيقي ما بيكونوا أهل البلد. صحيح صحيح، نحن بدنا الكل على كل حال يجوا لعنا. طبعا ما هيك؟ طيب نحن صرنا عنا وعندكم عم نحكي. انتبه. قبل ما روح مشاهدينا إلى جديد زفان في العمل الإعلامي، كنت بدي أقول أنه كما في الكتابة كذلك في القراءة، علاقتك بالقراءة ونحن محاطون الآن بالكتب علاقة كمان جيدة على ما أعرف، وللإشارة إلى أنه من خلال برنامجك سيري وانفتحت بتصور بال2007-2008 أطلقت أول نادي تلفزيوني. نعم. للكتاب. للكتاب. وهلا ببرنامج الإذاعة عبر صوت كل لبنان كمان عندي اثنين الكتاب كل تنين، وبتتعاون مع بالتعاون مع هدى مرمر بنعمل. نعم. كتاب الأسبوع. أنا دايما حريص أنه يضل في عندي فقرة كتاب بكل البرامج اللي بقدمها، مع أنه بيقولوا خلص الكتاب وبطل في قراء ونهاية الكتاب. هو تحديدا النقاش على الكتاب الورقي. إيه. بس أنه من هلا طالما يعني بعد في يعني في ناس بعد بتحب تقرا، ومن كل الأعمار طبعا، يعني الأعمار الأصغر أقل، بس أنه الكتاب جزء من كل شيء. طيب زفان قيومجيان عائد حديثا مشاهدينا من دبي، حيث كان مشاركا في منتدى الإعلام العربي، كان في حشد كبير من أهل الاختصاص وأهل المهنة. سؤال عام زفان، شو التحدي الأساسي اليوم أمام الإعلام على مستوى العالم العربي وتكيفه مع التطورات الحاصلة وتحديدا التطورات التكنولوجية بشكل أساسي؟ يعني ليك اليوم في تحديات كتير كبيرة بتواجه الإعلام، مثل المحامي مثل الطبيب. يعني اليوم أنت أحكي مع طبيب بلش ينقلك أنه بفوت المواطن على جوجل بصير يشوف أنه شو عوارض المرض وعلاجات المرض وهيك، وبيروح عند الحكيم بده يعلمه. نفس الشيء نحن بمهنتنا، مش نحن أطلقنا عبارة كل مواطن مراسل وكل مواطن بلاتفورم وهيك. وهيدا الشيء كبر، يعني كبرنا الوحش، وهيدا الوحش كبر صار أكل المحترفين. اليوم بخطر، في تغيير كبير، بس اللي شوي شوي اللي عم يتضح أنه عم تتغير وسائل النقل، وسائل التواصل، وسائل نقل المعلومة، بس بالنتيجة المبادئ هي ذاتها. بعده الإعلام بمبادئه واحد وفي له أسس مهنية. وانت سواء كنت على تيك توك او على انستغرام او على تويتر او على فيسبوك او بجريدة ورقية او بجريدة رقمية او على التلفزيون او على الإذاعة، المبادئ هي ذاتها. اهم شيء انت تقدر تجدد، يعني انا اهم شيء جيلي يقدر يجدد هيدي المبادئ والأسس بطريقة انه جيل تيك توك يتقبلها ويترجمها حسب ما هو بيفهم ويشتغل عليها، لانه اهم شيء يكون في مبادئ. ما فيها فوضى تسود، يعني حتى الفوضى واحد بيعمل منظمه بدها بينظم الفوضى. سو اهم شيء انا جيلي يقدر يطور هالمبادئ العالميه المحترفه لجيل جديد بالنسبه له تيك توك هي قمه المعلومه، لانه انت انا وياك بنشوف تيك توك ناس عم ترقص. صح. بس اللي عمره 18 سنة هو عم يشوف ناس عم ترقص. في حدا تاني عمره 18 سنة فتح وكالة أنباء على تيك توك وبيخبروا أخبار شو عم بيصير بالعالم. بالتالي أنا اليوم ابني مصدر الرئيسي للأخبار تيك توك. شو مصدرك الرئيسي للأخبار؟ أنا بعدني على الجريدة، يعني بالإذاعة. أنا بعدني أنا بدي شير فقط عذرا على المقاطعة زفان، إلى أنه زفان قيومجيان وللأمانة على كل حال يعني كان في فترة ربما مبكرا
أدرك أهمية إيه طبعاً أنا دايماً بعتبر حالي التواصل مع هذا العالم الرقمي الجديد وعملت هذا الجسر وهذا التواصل حتى من خلال برنامجك. أنا بعتبر حالي عملت هذا الجسر إنه فتحت الإعلام التقليدي على الإعلام الرقمي ونفس الشيء ووصل لوقت لما حسيت إنه الإعلام الرقمي رح يبلعني أنا كابن الإعلام التقليدي مثل صرت بدي أعمل مواجهة وبدي وقف الغزوة ولعشي 4 سنين يعني استقلت من كل وسائل التواصل يعني وقفت كل الأنشطة تبعي وبعدين اكتشفت إنه أنا خسرت لأنه ربحه الديجيتال كنت ميديا. عم بتقول بما يعني بأنك حاسس بمسؤولية دائما تجاه التلفزيون والدفاع عن التلفزيون لأنه هاي مهنتي يعني مهنتي مثل ما اللي قبلي دافع عن إعلامه التلفزيون المحلي ضد الفضائيات التي تغزو المجتمعات العربية مثل ما الجريدة حاربت الإذاعة لأنه اعتبرت أنه الناس صارت عم تسمع إذاعة ما عم تشتري الجريدة بس يبدو أنك رجعت مشيت مع الموضوع مشيت من 3 سنين لهلأ رجعت بأكثر من رجعت بس أنه شوي فات الأوان يعني أوقات بتحس أنه فاتك الأوان لأنه على فاتك الأوان إيه شوي أو على السوشيال ميديا والديجيتال إيج كل شيء بيروح وبيجي بسرعة يعني ما في جذور بتروح وبتجي بسرعة يعني أتخن شيء اليوم فيكون يعني بكرة ماشي إن كان غنية إن كان كتاب إن كان ظاهرة إن كان نجم سرعة. إيه بسرعة كتير هلا أنا لما فتت كزافين بعمري يعني أنا ما فتت بدي أقلد الأولاد كيف بيعيشوا على السوشيال فتت ميديا زافين أنا فتت زافين اللي عمره 52 سنة على تويتر وعلى إنستغرام يعني قعدت يعني فتت من جديد إذا بدك قعدت يعني قعدت حساباتي وقدمت نفس جديد وقدمت يعني هالنوعية جديدة لأنه اليوم أنا عم بنقول كل شغلي أونلاين من التلفزيون للأونلاين وبنفس الوقت الجمهور التقليدي جمهور الجيلي عم بتوجه له وفي تواصل مستمر بيني وبينه عبر الإذاعة برنامج الصباحي صحيح بقى عم جرب أنه ألقط كذا جيل وكذا يعني بنتيجة أنا رجل التجارب لما قلت انه لازم اعمل برنامجي اونلاين ولما صرت احكي عن الايميل بال96 صاروا يضحكوا علي صاروا يعيطوا لي يعني وقت عملت اول ويب سايت كمان بلبنان زافين اونلاين يفكروني زافين ايرلاينز يعني كنت ماشي مثلا بالحمرة شو زافين ايرلاينز شو عم تعمل هون لانه كلمه جديده صح بقى اليوم عم بعمل تجربه جديده بانك وخاصه انه الجمهور ما فيك بقى تجمع العيله يعني كل واحد صار انه كمان يعني من 10 سنين كان هناك كل واحد بيقوطه اليوم لا فيهم كنوا عزيت الصوفة يعني كل بس العائلة بس كل واحد بعالمه الخاص وبيناتهم مسافات يعني ضوئية من البعد سريعا كنت راضي عن تجربة نفس جديد زفين ليك هلا انا بتجربه جديده اسمها الساحه رح احكي عنها أكيد. نفس جديد لا يعني انا بالنسبه لي نفس وهذه اول مره بحكي بهذا الموضوع نفس جديد هو شيء كثير بيشبه الثوره اللي صارت باكتوبر 17 خلصت أكتوبر. بسرعه مش خلصت بسرعه خلصت بخيبه يعني مثل ما الثوره خلصت بخيبه برنامج اي يعني انا كان مرسوم البرنامج انه هيدا البديل هيدا البلاتفورم اللي بيجيب الناس اللي ما لهم مساحه بالاعلام التقليدي هيدا البرنامج اللي بيفتح افق للشباب الجديد وللدم الجديد واذ فجاه انه صار انه بدنا نجيب ناس نجوم التلفزيون انت نرجع نعيد نفس القصه انه ما بتركب مش قاعد عم تفتش على وجوه يعني صار في اذا بدك خلاف جديدة. صار في خلاف على فكرة البرنامج نفس الشيء يعني أنا إذا بدي شي نهار أحكي عن تجربتي بالثورة بحكي عن هذا البرنامج وانتهت زيت الشيء يعني بلشت بأحلام كبيرة وانتهت بخيبات كبيرة بالنسبة لي بس هو البرنامج مستمر وعم يعمل تجربته وعم بيعيش مثل ما الثورة اليوم بعقل بعض العالم مستمرة يعني اليوم في ناس بيحكوا عن الثورة كأنه شيء بعده مستمر حاليا يقدم زفين قيوم جيان برنامج الساحة على اليوتيوب صحيح؟ نعم لحد هلأ صار في حلقتين منه وبكل حلقة ساحة وبكل ساحة في قضية هو بالتعاون يعني إذا بدك بين بولي بلوغز وبين مؤسسة سمير أصيل نعم آخر حلقة اللي هي الحلقة الثانية عمليا كانت تحت عنوان أي رئيس نريد صحيح كانت من ساحة الشهيد سمير أصيل بوسط بيروت في حيل السؤال عليك أي رئيس نريد هلا أنا اليوم بعتقد بدنا حيلا رئيس يعني نحن
بتعرف الشعب اللبناني بده يتفائل. انا امبارح مثلا بحلقتي من هلا ما بعرف امتى رح تنزيع هيدي، بس خلينا نقول من كم يوم احسن ما نقول امبارح، هي عمليا امبارح. الاسبوع الماضي الاسبوع الماضي حلقتي كان ثابت، انا بطلع ورا نشره الاخبار الرئيسيه 8:15 الصبح، يبدو انه مستقبلين محلل اقتصادي، وهالمحلل الاقتصادي كان متشائم انه الترسيم لن يجدي نفعا، ما في مصاري، رايحين على خراب، يعني انه كان عم بيوصف الحاله بطريقه متشائمه ويسب المنظومه والسلطه. ايه طلعوا المستمعين بالبرنامج عم بيسبوا الخبير انه ولا سكرتها بوجهنا، اعطينا امل، اعطونا امل، لشو بتجيبوا لنا البومه؟ ما هي مش الفكره تسب الخبير، بس اي رئيس واي امل بيصير وهم بمكان الناس بدون في حل رح يجي. انا اللي اكتشفته الناس بتحب الوهم، يعني انا بعتبر ليه انا اقل شهره من كتار من زملاء غيري مشهورين اكثر مني. انت اقل شهره؟ انا بعتبر براسي، يعني اذا حدا بده يعتبرني انه انا اقل شهره من زميل لقلي أشهر مني ومعه مصاري أكثر مني ومدري شو، لأنه غيري بيع وهم للعالم والناس بتحب بائعي الأوهام. الرومانسية، شو يعني الرومانسية؟ يعني أنت في الحب الكامل، الحب اللامتفاني اللي ضحت نفسه كرمال جوزة أو ضحى نفسه كرمال مرته أو حبيبته، هيدا بس بالأفلام. هيدا الوهم، الناس بتحب هيدا، بتحب تلاقي فارس الأحلام. بقى الناس بتحب الوهم بالوقت اللي أنا كل الوقت كان الشغلي انه اشتغل على الواقعيه، والواقعيه مش انه جمل الواقع ولا انه اعمل دراما من الواقع واستغل الواقع لحوله لماده ترفيهيه. انا دائما تعاملت مع الواقع كشخص فضولي، كشخص محب، وكشخص عم يسال العالم لتشاركها الاحاسيس تبعها بمواقف معينه. بقى هيدا ما كان شعبي قد انه انا اطلع مثلا اعمل إثارة، او انا قد اطلع انه بيع اوهام للعالم وبدنا نشيل وبدنا نحط. بقى اكتشفت يعني هيدا بعد 25 سنة من العمل الاعلامي انه مش عايب نبيع الاوهام. انا مثلا بكتابي اسعد الله مساءكم وبلبن الاون سكرين، واحدة من اكبر الاسئلة مثلا اللي بطرحها، هل كان موقف اخلاقي بال 1982 بالوقت اللي بيروت كانت يعني محتلة ومحاصرة من قبل إسرائيل، هل كان موقف أخلاقي تلفزيون لبنان ينقل المونديال للشعب اللبناني، والشعب اللبناني يكون عم يحضر مونديال وحاطت وحاطت التلفزيون الصغير على بطارية السيارة على الطريق لأنه ما في كهرباء وما في ماء وما في اي سي لا يحضر مونديال؟ بقى أنا بالنسبة لي واحدة من الأساس إنه هل إنه دائما كنت أسأل نفسي وأعتبر إنه هذا موقف غير أخلاقي. على الإعلام أن لا ينقل المونديال لما تكون عاصمته محتلة. اليوم في إيساء أعمال إسقاط على اللحظة الحالية؟ إيه اليوم إحنا مثلا هلأ رايحين حلب. إيه بس لقلك اليوم بلاقي إنه لا ده اليوم في وضع سيء اليوم كمان، إيه يمكن يكون أسوأ من مكان إيه وقت الحرب. بقى اليوم بلاقي إنه لا، موقف تلفزيون لبنان وقتها بال82 ما كان خيانة عظمى، كان عم يبيع الناس أمل إنه سيأتي غد افضل. وانا ما بحب صراحه بيع هيدا الامل، ومرق معك كثير منهم ايه وبمسك ايدهم، يعني انا اكتشفت انه انا ما ببيع اوهام، بس انا بساعد الناس اللي عم يحلموا يضلوا يحلموا ويتشاركوا مع احلامهم مع بقيه العالم ويكون الحلم عم يجمعهم. ليه؟ لانه ما بيغير الا الناس اللي بتحلم، واللحظه اللي بنوقف فيها حلم بنوقف. طيب خلينا نوقف بس لنروح على فاصل، مش لنوقف الحلم. فاصل ونواصل ونواصل بعد الفاصل. مشاهدينا أيضا وأيضا مع زفان قيومجيان، ودائما من مكتبة أنطوان في شارع الحمراء. برحب فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة مع الإعلامي زفان قيومجيان في شارع الحمراء. كنت مبلش في بداية المحور تاني لأسألك عن دبي وسرقة دور، خليني أحطها بين مزدوجين، لا أتبنى بالضرورة يعني هذا الرأي، دور بيروت. هل فعلا انتقل كل الضوء اليوم إلى دبي على حساب عواصم أخرى ومدن أخرى ومنها بيروت؟ هل بتشوف كما يرى البعض بأنه هذا ليس بالصدفة، هذا شيء مخطط؟ ما بعرف يعني صراحة، أنا هون يعني فتنا بصراع سياسي ما في إلا لا بهمني اسمع رأيك. أنا ما في إنه ما في حدا بياخد من حدا،
وما فيك يعني في حدا بيسقط وحدا بينجح، يعني اللي نجح مش يعني أخذ من درب اللي سقط. بيروت مع الأسف سقطت، هل رح ترجع توقف؟ هل رح ترجع تقدم مرة تانية وتنجح؟ أكيد إيه، بس بهاللحظة بيروت سقطت. وما في أنا يعني لا غار ولا أعتبر أنه غيري أنا ما درست كفاية. بيروت مدينة أسقطناها، يعني فينا أنه سقطت أو أسقطناها نفس الشيء، بيروت سقطت. وهذا الشيء كتير مؤسف، وهذا الشيء كتير حزين وحرام، يعني بيروت يعني تخسر حلمها، تخسر تحدياتها، تخسر دورها. يعني احنا بالنتيجة شو بيروت؟ هي دور. وما فيها بيروت تكون عظيمة لأنه طقسها حلو. طب ودمشق طقسها حلو. كل دول عواصم ساحل المتوسط طقسهم حلو. وطرطوس طقسها حلو، وطرابلس طقسها حلو، كلهم يعني مش التحدي يكون طقسك حلو، هذا شيء من الله. الدور الوظيفة هو الدور الأساس. المعنى. طيب. شو المعنى اللي أنت بتقدمه للدول، للعواصم، للمدن؟ مع الأسف اليوم بيروت دورة ضايع، مش هيك أنا قررت ما أطلع على التلفزيون. أنا اليوم بعتبر نفسي مش التحدي تبعي أنه أعمل برنامج يكون عنده جينيريك واسم حلو وأطلع أقول مساء الخير وأسأل أسئلة لضيف. أنا بعتبر حالي أنه إذا بدي يكون على التلفزيون بدي يكون إلي معنى، مثل ما بال2000 كان إلي معنى، مثل لما بلشت برنامج السيرة وانفتحت، ومثل بال96 لما بلشت برنامج 5 على 7 على التلفزيون لبنان كمان كان إلي معنى. أنا دائما مثلت معنى بالإعلام. اليوم أنا إن شاء الله بدي أحكي عن الشوكة، أو إن شاء الله بدي أحكي عن اللوبية، أو شلا بدي أحكي عن مستقبل الشرق الأوسط، أو بدي أحكي عن أي رئيس ننتخب، إذا أنا ما بمثل معنى ما إلي قيمة على التلفزيون. وأنا اليوم ولازم انطلق من فلسفة أنه أنا شو بدي. أنا اليوم لما قررت أطلع فلسفين، ما هذا ينطلق على التلفزيون كما ينطلق على الإعلام الرقمي. أنا هلأ كمحتوى عم بحكي، هلأ بقول لك على التلفزيون أنا عم بتوجه لجمهور عريض، لازم أقدم له معنى. هذا الجمهور العريض أنا اليوم ما عارف موقفي شو، هل بقول له نزال عمول ثورة وكسر أو اقعد نضب البيت أمن خبز وبنزين، أو بقول له نزال انتخب الثوار، أو نزال انتخب المنظومة، أو نزال عمول يعني انتخاب عقابي. ما بعرف شو بدي أقول للجمهور، لأنه ما بعرف شو المصلحة العامة اليوم للبلد. ما بعرف أنا شو المصلحة العامة أكتر، انزل على الشارع. هل أبد ضايع؟ مش عارف. مش انا الوحيد اللي مش طايع. انا عم بعمل كتب وعم بعمل الذاكره، بس انا شايف كل البلد ضايع. والدليل انه اليوم انت عندك مجلس نواب ما في اكتريه، يعني اليوم لبنان مع المقاومه فرزت على الانتخابات هيدي. ايه ما انتخابات اليوم لبنان مع المقاومه حسب مجلس النواب لا. هل اليوم لبنان مع حركه امل حسب مجلس النواب لا. هل ما في اكتريه واضحه؟ ما في اكتريه. صحيح. ومشان هيك ما في رئيس اليوم، ما في في عندك مجموعه اقليات. سو الواضح حسب الانتخابات الشعب اللبناني اليوم ضايع. انتخابات انا اليوم زفن؟ اكيد. وانا ولا انا كل مره انتخابك. كل مره هذا شيء خاص. بس اللي في اقول لك انا على مدى يعني من لما صار عمري 18 انتخبت ولا مره ما انتخبت، لانه هيدا في ناس استشهدوا وماتوا ليكون انا اللي حق. بتستحي تعبر عن موقفك او لا رايك؟ لا او لا، لانه هذا الشيء كثير خاص. انا ما بدي بيع اعلامي او وجه اعلامي. لا لا لا، ما بدي بيع مواقف، يعني ما بدي بيض وجهي لحدا. بس الشيء اللي بقول لك اياه انه انا ولا مره انتخبت حدا ونجح. ولا مره انتخبت حدا ولا مره انتخبت حدا نجح. طيب بدنا نشوف، نتحذر مين. طيب بدي رجعك شوي لورا، ويمكن كتير لورا. نسبة الفقر كانت بأواخر التسعينات حسب تقارير أممية ودولية بحدود 30% بلبنان. بتصور هلأ، يعني ما بدي فوت كتير بلعبة الأرقام لأنه لعبة الأرقام بتحتم علينا أن نكون دقيقين، بس لأنك أنت عم بسمع مؤخرا أنه نسبة الفقر بلغت أو وصلت لأكثر من 70%. بذكرك شيء هيدا الموضوع، نسبة الفقر بآخر التسعينات؟ هيدا الحديث، هيدا الموضوع كان سبب مشكلة لإلك؟ ايه يعني وقتها كان هيدا الشيء أدى أنه يعني ما بدي أقول انشحت، بس يتوقف برنامجي على تلفزيون لبنان. ورحت على تجربة جديدة بعدين اللي هي تجربة الأطول. إيه. والأشهر بقيت 13 سنة عم نحكي عن ما بعرف كيف ضيانت يعني اليوم بس فكر سيري وانفتحت. بتسأل حالك كيف ضيانت كل هالفترة؟
ايه هلا انا من النوع اللي بقعد يعني بالبود، بحب الاستقرار. ولا مره يعني مع انه اجاني كثير عروض بهال 13 سنه، بس اليوم يعني ولا ما عندي ولا اي ذره ندم. بالعكس كانت تجربه كثير فخور فيها، كثير منبسط فيها. هي اللي صار، هي خلتني اليوم كون قاعد على الكرسي قدامك، يعني ما في استحي باي تجربه انا بقوم فيها. شعرت بالندم على ابدا ما هذا اللي لا لا, لا 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 ابدا اكيد يعني اكيد في حلقات احسن من حلقات، اكيد في حلقات انه بتقول الساعه اللي عملتها، في حلقات ما بتطلع مثل ما بدك، في حلقات ما بيكونوا الضيوف انت اللي حاططهم براسك، يعني انت بتفوت بموضوع بتتفاجئ فيه، لا انه بتقول بدي اجيب هذا الضيف، هذا الضيف بيسيب انه ما في بدك تجيب حدا، يعني بتصير تغير كمان، خاصة انه انا اغلبية الوقت يعني 80% من شغلي ما كان مبني على الضيف، كان مبني على الموضوع. يعني انا الموضوع بيحدد لي ضيفي، مش انه ما كان برنامجي قائم على النجوم او مشاهير او على شخصيات عم جيبها. انا دائما عندي الموضوع بس بقى هو بقى البرنامج 13 سنه عم نحكي عن سيره وانفتحت بعدين على الاكيد وبلا طول سيره. ايه لا انا يعني عندي تجربه طويله بالاعلام وبفتخر بكل مرحله وصار يعني وتنقلت، يعني انا اذا بدك قصتي بالاعلام كثير بتعبر بتلخص كل تطور الاعلام اللبناني بهال 30 سنه، ان كان بعد الحرب كيف بلشت، كيف انتقل التلفزيون يعني من بناء الدوله لتقويه المؤسسات التابعه لاحزاب والطوائف للاعلام الفضائي. يعني انا جزء من انه بعتقد شانسي كان منيح انه وقفوني بتلفزيون لبنان، رحت على شاشه المستقبل لانه كان وقتها بلش انه العصر البث الفضائي، طفره الاعلام الفضائي، سو انتقلت لمرحله جديده من حياتي الاعلام. اليوم انا بعلم، يعني انا اليوم جاي من صف عم نحكي عن الاعلام العربي البان عرب، والمراحل الاساسيه تبعها هي 56 مرحلة جمال عبد الناصر وصوت هنا صوت العرب من القاهرة. المرحلة الثانية الفضائيات العربية، ما في شيء وحد العالم العربي من بعد صوت العرب من القاهرة إلا الإعلام اللبناني الفضائي اللي أنا بكل فخر كنت جزء منه، واليوم عم علمه لطلاب ما بيعرفوا شو يعني فضائي، لأنه بالنسبة لهم الإعلام هو الشيء شافوه على تيك توك وعلى الفيسبوك. هلا الإعلام الإعلام الرقمي وحتى فيسبوك، يعني اليوم انا اذا قلت لحدا من الطلاب فيسبوك يعني كانه انا حدا عم بيقول لي مونوغراف. ايه يعني صار في الانستغرام والتيك توك طيب بتعتبر حالك مؤثر بما انك ذكرت وسائل التواصل الاجتماعي تويتر مثلا؟ انا كنت يعني فتره من الفترات 2006 كنت توب 3 باقوى المؤثرين بلبنان. يعني ايه كنت فتره من الفترات مؤثر وبطلت. بطلت ليه؟ لانه يعني اول شيء بطل بيهمني يكون مؤثر، ما انت اول شيء بده يهمك الموضوع لتكون انت مؤثر في قرار هيدا بدك تفوت بشروط. نعم يعني بدك تكون موجود بكل هاشتاج، بدك تكون موجود بكل حديث، كل ما حدا عمل شيء بده يكون لك راي بالموضوع، بدك كل نص ساعه تحط تويت او تحط صوره، بدك تشوف شو المواضيع السجالية يكون لك رأي فيها وأحيانا رأي استفزازي. بقى في لها شروط، أنه أنا بعتبر هذه المرحلة يعني جوزتها خلاص، جوزتها لأنه أنا بحكي لما أنا يكون طالع عبالي أحكي. طيب أنا من فترة سألت بحديث، يعني ما كان الحديث عن زافين بس كان الحديث مع صديق مشترك هو المخرج عدنان ياسين اللي هو كان مخرج سيري وانفتحت لسنوات طويلة. أنت بس تقول عدنان ياسين أنا هيك بجي لأوقف احتراما. فبدي وجه له تحية أول شيء. طبعاً كان أستاذنا بكلية الإعلام. ما حدا مشايبه لعدنان ياسين غيري. والله. يعني أنا صار فترة من الفترات التحدي تبعي إنه ضلني فاجئه لعدنان ياسين بأفكاري، لأنه أنا كمعدل برنامج كان لازم أطلع بفكرة وأنا يعني لا تنفيذ. دائما كان التحدي انه خلال 13 سنه ضلني عم فاجئه، لانه اوقات توصل لمحل انه خلص بتصير عم تكرر نفسك، ودائما هو يعطيني الملاحظه انه كيف بعدني عم فاجئه، هو يستغرب. اللي كنت بدي اقوله انه قال لي ما يميز زافين هو ما بعرف سمالي اياها الكلمه الديباجي. ايه هو كان يضل يقول لي ما بعرف بيقصد الديباجي انه كيف مثلا موضوع، مثلا بقول له اليوم طالع على بالي احكي عن شو بعرفني عن اعطيني انه عن الزواج المبكر،
انه الزواج المبكر و100 حدا صار حاكي عن الزواج، وانت انت صرت عامل مليون حلقه عن الزواج المبكر. اجي ركب له الصيغه والانجل تبعي والزاويه كيف بده يفوت عليها، اللي يا عم شو هيدا انت، شو هالديباجه اللي بتعملها؟ لانه بيطلع الموضوع كانه جديد واول مره عم ينحكى فيه. ليه؟ لانه انا عندي القدره تو ابديت، يعني حدث الموضوع. ليه؟ لانه ولا مره قربت اي موضوع من يعني من خلال كتاب او من خلال جريده او من خلال تجربه حدا تاني قديم. دائما قارب اي موضوع من خلال انا بهذه التكه كيف عم فكر فيه. وهذا الشيء اللي بيميزني عن كل البقوي. ليه؟ لانه كل بقيه البرامج كانت دائما تسعى يا اما لتكون سيره وانفتحت، يا اما لتكون تبين انه نحن بنفهم ونحن بنعرف ونحن ارقى. تقلد يعني سيره وانفتحت. ايه يعني يا يقلدوا سيره وانفتحت، يا بدهم يقولوا انه نحن الصح ونحن جايين نعلم. او انه هيدا الصح وهيدا الغلط. انا جيت على برنامج ما بنطلق احكام على شيء. لا للاحكام، انا جيت على برنامج عم نجرب نفهم وفتحت وفتحت السيره يعني للكل. ولا مره كان هدف الاثاره، ولا مره كان هدف الشهره، ولا مره كان هدفي اطرح اي موضوع لانه الجمهور بحب هيك، كان دائما هدفي انه اقدر جدد بالمواضيع واطرحها من وجهه نظري هلا بهيدي التكه، او من وجهه نظر جيلي، من وجهة او البيئه اللي انا بمثلها. من وجهه نظرك كمشاهد الان وكمتابع وكناقد للبرامج الاجتماعيه القائمه الان على التلفزيونات في السنوات العشره الاخيره، خلينا نقول وصولا الى اللحظه، في شيء بعد ما يقدم او عم تكون الافكار دائما مكرره ومستهلكه؟ ليك حسب يعني حسب ما هي بتصير. كل البرامج الناجحه يعني هي البرامج اللي اثبتت انه عندها شخصيتها. بس أنا كيف بلاحظ الأمور؟ يعني كيف أنت بتعرف التجارب كيف عاشت؟ أنا من بعدي في عندك جيلين من البرامج الاجتماعية. هلأ أنا ولا مرة اعتبرت حالي برنامج اجتماعي. من بعدك حسب من أيمتين مبلش؟ لا من بعدي. يعني أنه هي كيف مسار البرامج الاجتماعية بما أنه أنا بكتب كتب. إذا بدنا نقول من بعد الحرب مسار البرامج الاجتماعية، عندك زياد نجام، زافان، مالك مكتبة، جو معلوف، توني خليفة. توني خليفة؟ ايه انه بدي ما عرفت اياه قبل اياه، بس لانه هن ارتبطوا ببعض. واليوم ما بعرف شو البرنامج الاجتماعي اللي على الشاشة موجود. بركة فوق 18 رابعة زميلتنا. مثلا. سو هيدا المسار. ما في غيرهم. في غيرهم؟ ذكرني. إذا في أول أبرز. محليا. هلا إذا في شيء غيرهم بيكون تحت واحدة من هالخانات او تقليد لواحدة من هالبرامج، او بتكون هلا انا يعني بلشت اخرف وذكرت خانتني. سو واحدة من هول الاحتمال، ما في احتمال. سو اذا انت بدك تدرس هدول البرامج، اجى زياد نجام باسلوبه انه عم يطلق احكام، هيدا صح هيدا غلط، وعم نسمع وجهة نظر الدين بنقاش خوري وشيخ، اخر شيء عم تنتهي الحلقة عم يتخانقوا مع علم عم يدخل، بس انه بس لا يزيد الصريخ الاثاره. انا جيت ما فيش خوري وشيخ، انا اللي بده يسمع خوري وشيخ في كتير منابر دينيه في روح. انا قدمت انا قدمت اذا بدك النظره المدنيه للمواضيع مع اخصائيين، مع تجارب شخصيه، مع الهدف الكبير مش تقول لي رقم العمليات اللي انت عملتها او رقم المرات اللي انت انضربت فيها او تقدم لي احصاءات، مع الاساس انه تخبرني شو شعورك بهذه التجربه. ومش هيك في النكته الشهيره شو حسيت علي. من بعد وانا كان برنامجي فتح على العالم العربي وقدم لك اكثر المواضيع التابو والحساسه بقالب لبناني، بس مع اذا بدك مع كل الفضاء العربي الواسع، مع مشاركات عربيه اللي من بعده اللي هي تجربه مالك مكتبه، ادخل العنصر العربي كجزء من المشكله. يعني انا ببرنامجي ولا مره كان مثلا السعودي الشحاد او مريض نفسي، دائما كان اللبناني هو الحالة. بقى مع مالك قدر مالك يطلعها انه كمان صارت الحالة الشخصية هي جاية من الخليج، جاية من العالم العربي، جاية. رجع اجا من بعد التجربة اللي اجيت اللي طرحوا حالهم انه نحن عم نحل مشاكل العالم، نحن هون موجودين بدل الدولة، نحن منروح منفضح منفرج الحقيقة، منحط كاميرا سرية، ما هيك؟ نحن موجودين حد العالم. مبررة هيدي الكاميرا السرية بالعمل الإعلامي؟ ما هي مع الأسف أنا أدخلت هيدي، يعني
على الأكيد كان كله قائم. يعني أنا اعتبرت أنه شرعت شيء اليوم بعتبره غلط، بس وقتها فتنا بالموضة يعني. بقى البرنامج الآخر برنامج جد انطرح كان أنه نحن بديل، نحن بنكشف الفساد. وإذ ليه؟ لأنه الدولة فاسدة وهيك. وإذ لما صرنا بالمشكلة وقعت المشكلة والشعب اللبناني صار بحاجة لأي مساعدة، هاو البرامج اختفت. واليوم تتطلع على الشاشة ما في برامج اليوم صحافة استقصائية فيما يتعلق بالفساد. وينهم؟ الجديد؟ وينهم؟ ما في؟ في قسم للصحافة الاستقصائية؟ ايه وينهم؟ شوف اللي يسعى لنحضره. هلا بنرجع بنشوف. ما في هلا كله وقف. ما في وقف كله وقف. شو قصدك يعني؟ وقف يعني انا عم اقول باللحظه لما دقت الحقيقه لما صار الشعب صار هاو البرامج اختفت. البرامج اللي قدمت حالها انه هي عم بتساعد الشعب يوصل لحقه. بس في برامج هلا هلا يعني ما في على الجديد برامج صحافه استقصائيه، وفي بتصور على الام تي في كمان يعني. ما هذا اللي عم جرب اقول لك اياه، ما في بهتك ما في. تقصد انه بحجم الفساد الموجود، بحجم الملفات الموجوده، ما في. عم بقول انه فشلت التجربه لانه اظهر انه مش الاعلام شغلته يحل المشاكل تبع الفساد. شوفي في تصفيه حسابات بين المؤسسات الاعلاميه. لا 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 ما غير موضوع، لا عم نحكي غير موضوع، بس انه اثبتت التجربه انه الموضوع مش ماده ترفيهيه لنسلي المشاهد. يعني لما صار الشعب ونزل عمل ثورة، البرامج اللي كانت عم تحكي باسم الثورة قعدت على جنب، بطل لها وجود. وهذا الشيء ملفت يعني، هذا الشيء ظاهرة حلو واحد يحكي فيها ويدرسها. لأنه هو شو كان عم بيصير؟ كان عم بيصير تسليع لمشاكل العالم. كان التلفزيون بلحظة من اللحظات، وهذا مش بس عنا، بكل العالم، وهذا اللي اسمه تراش تي في. يعني إجا وسلع مشاكل العالم وصار حولها لمادة تجارية لتسلي بقية العالم. يعني نحن بنحكي مشاكل الفقرة إنه عم يفتشوا على الزبالة عم يفتشوا على الأكل بالزبالة، ونصوروا من فوق ومن تحت ونطلع له درون وبدنا نحل مشاكل. بس نحن بالنتيجة من ميلة عم نسلي المجتمع، ومن ميلة تانية هذوليك اللي عم ببق الدم ليجيب ساندويشة لأولاده عم بتقول له معلي أنت شكور ربك غيرك عم بجيب تأكل. عم بجيب الأكل بالزبالة. سو هيدا كان جزء كله من صناعة الإثارة المجانية. والدليل لما صارت الجد وصار في ثورة رجعت فشلت، بس مع القصص اللي قطعتها الثورة كمان هالنوعية من البرامج. والدليل اليوم ما في، يعني ما في عن جد ما في. لو في قلي لنحضر، بس هلا بتقلي ولا استراحة الصيفية مش استراحة الصيفية. أنا بعرف الأزمات لا تعرف استراحة صيفية. أنت وقت الأزمة في جوابتك عطيتك لك ما في. ما أنا يسقط حكم الفاسد على الجديد. لك إيه يا حبيبي وحياة الله لك. لا ما عم جرب لك إيه، ما في هذا واقف. انا انه ما في هيدا واقف البرنامج. لا رجع لك. لا ما رجع ولا لك يا اخي. اذا رجع انت معقوله بازمه بنوقف 3 اشهر؟ يعني انت اليوم ببانديميك، انت اليوم في كورونا ضارب البلد، انت بتقول لي والله هلا الصيفيه، انا بالصيفيه ما بشتغل بدي سكر. ما عم بحكي يعني، ما عم بحكي لازم بزملائي، وما عم بحكي لتقلي في او ما في. طيب واذا في ما له معنى ليه؟ لانه اليوم بطل الناس. ليه؟ لانه اليوم كل واحد من المستمعين بحس حاله ليه انا بدي احضر التلفزيون التقليدي؟ ما انا عندي فيسبوك بيج، ما انا عندي فيسبوك اكاونت، انا بحمل تلفزيون، انا بحمل تلفزيوني وبروح على وزارة السياحة وبتطلع بالكاميرا وبصور سيلفي وبسبه للوزير وبقول هيدي الوزارة فاسدة. بتتذكر ببرنامجك انتو انفتحت لما حملت كمان الناس تليفونات ببيت الله؟ لا يعطيني العافية. هيدا التطور يعني. انا هلا عم بحكي يعني كأب وبنفس الوقت كشخص عامل راكم تجربة بالإعلام، وكشخص عم شوف انه الإعلام لما حول نفسه ل يعني سلع القضايا الاجتماعية. انا بعتبر يعني انا امتى خسرت؟ هلا انا ما خسرت، بس انه لنقول خسرت هيك لبين انه انا ضعيف. انا امتى خسرت؟ لما صار كل التراكم اللي عملته انه الناس تطلع وتكون صادقة على التلفزيون وتعمل تبوح بقصص حميمة وبنيت هيدي الثقة بين انه المشاهد عم يطلع يبوح بشغل كتير حميمة على التلفزيون عم يتشارك فيها المجتمع من باب انه بده يعلم.
وهيدي كانت اذا بدك بالنسبه لي لحظه رقي. بس لما اشوف اليوم على التلفزيون انه هيدا البوح تحول الى سلعه، منجيب حدا منعطيه 50 دولار ليطلع يكذب لي خبريه، او منجيب اثنين مش ممكن يتلاقوا، ستريبر ومحجبه، طب ما هدول بالحياه ما لازم يلتقوا، ما فيش صح وغلط. مش تنوع هيدا؟ تنوع، بس مش انه ما لازم الستريبر تكون بالنايت كلوب اللي يعني ما لازم المحجبه تكون بالستريبر مطرح ما بالنايت كلوب اللي في ستريبر. انا ما لازم يكون في هيدا. كيف بالاحرى محجبه؟ بقى انت هدول الاثنين لما تجيبهم تحطهم بمواجهه بعض لحدا منهم بده يقول للثاني انت صح وانا غلط، هيدي عم بتسلع، عم بتسلي الشعب. سو انا شو صار اخر شيء؟ انه كل هالثقه اللي بنيتها للناس اللي عن جد عندهم مشاكل يطلعوا يحكوا فيها، الناس اللي عندها هموم، الناس اللي عندها خبريه تخبرها، توثق بالتلفزيون، انه التلفزيون هو الساحه العامه الجديده، مش التلفزيون اللي بده ياخذ لي خبريتي ويحولني لمسخره. انه انا بعتبر الخساره اللي خسرتها انه رجع التلفزيون حول هاي القضايا لماده مسخره للشعب والجمهور يتسلى فيها. هلا هيدا مني الخبريه المنيحه، ليه انه هاي بعتبرها انا الفشل تبعي. هلا ليه بعتبرها؟ بس ليه بعتبرها انه هيدا مش عن جد فشل شخصي؟ لانه كل العالم عاش هيك، يعني كل جيلي صحيح. اللي عملوا هالنوع من البرامج بيحكوا نفس الشيء. بنعتبر انه عدم. على كل حال يعني بحكم تجربتك الطويله، انا وقت انتهى انك تعرف كيف بدكم تعملوا لي بارت 2 استفلوا، تعرف كيف تعرف كيف ترجع تجدد وتواكب. ايه بس شو بيميزك؟ ما هذا قرارك بصير، هل على بالك انت تجدد وتواكب او خلص انت هلا صار راسك بغير محل. انا اليوم على بالي جدد وواكب، ومشان هيك عم بعمل برامج اونلاين وعم بعمل الساحه، لانه انا بالساحه عندي معنى. يعني انا عم جرب عقلا البرامج الاونلاين، عم جرب جيب تجربتي اللي هي من التلفزيون التقليدي اللي هي الاعلام التقليدي الاعلام بكل كمحلي او كفضاء، تحدي يعني كبير. وعم جرب هيدي التجربه انقلها بشروط اليوم الديجيتال وموجه لجمهور، لانه انا برامج اليوم عم تتوجه لجمهور اصغر، لجمهور بلش يهتم بالسياسه من بعد الثوره، ثوره اكتوبر. انا هيدا اليوم الجمهور اللي عم بستهدفه بالاونلاين. سو مشان هيك انا اليوم عم جرب يكون لي، يعني انا اذا بدك لهالجمهور عم بعطيه نظره مختلفه من نظره حدا مسك التليفون ووقف قدام وزاره الصحه وسب الوزير. شكرا. واعتبر حاله بطل. على كل حال يعني في جيل كبير بعد 17 تشرين مثل ما عم تقول راح اتعرف على السياسه مزبوط بشكل آخر. وانا بعرفهم لانه انا يعني على تماس معهم بالجامعات، وانا بعلم ببيروت وبطرابلس، يعني بعرف هيدا اللي عمره 18 19 20 كيف بيفكر وشو بيعرف وشو ما بيعرف. كنت عم تحكي قبل شوي عن النكته اللي شو حسيت او شو بتحس في في يسألك اياه لك شو حسيت ب ما انا بتعرف كثير بستحي بس هذا يسألني شو حسيت، لانه بصير اوكي شو بدي اعمل هلا. حسيت بشيء؟ بس بتعرف مثلا هلا عم لاحظ يعني من خلال الجامعات انه شو حسيت بطلت لها رهجه، يعني في يعني خلص قطعت. يعني اليوم نحن جيل ما بعد شو حسيت والنكته، ما هو لانه بنتيجه انت اليوم بمقاييس السوشيال ميديا مثل كمان مقاييس دائما انه بتقيس انه انت قديه صرت ميم، يعني كل عمره بيحولوا الامور لميم من بيير صادي لليوم حياه لحدا على السوشيال ميديا. سو اليوم عم لاحظ وهذا كثير عم بتفاجئ فيها انه رجعت نكته من زمان يا زافان، لانه شكلها هيدي الجمله من خلال يعني لانه في مره لانه في مره صباح قالتها ومره زياد، هو زياد الرحباني بطلع هيدا النكته، ما بعرف كيف رجعت عاشت على التيك توك. لانه ماريو باسيل ما عاش على التيك توك، يعني ماريو باسيل منه من الجيل اللي عاش على التيك توك. ليه؟ لانه بالنسبه لجيل تيك توك انه تو فولجر تو بوليتيكلي غلط، يعني ما فيك تتمسخر على البشعه، ما فيك تتمسخر على الشقره، ما فيك تتمسخر على الطويله، ما فيك تتمسخر على الجنسيه. سو بالقيم تبع التيك توك هذا الشيء كله غلط. سو اللي رجع هو يعني رجعت نكته هيديك من زمان يا زمان. زمان يا زفان. شكرا لك زفان قيوم جيان. بدك تقول شيء بعد؟ بدك تقول شيء عن تعاونك
مقبل مع أنطوان. أنا أول شيء بدي أشكر يعني أنا هذه المكتبة كتير بتعني لي، كتير مبسوط إنه أنا بمكتبة أنطوان الحمراء، وهذه يعني كأنه هذه الأم الكل. وين ما فتحوا أنطوان أنا أوقات بس يعني ما لقي كتاب بأي فرع بقول أكيد رح لقيه بالحمراء. ومثل ما قلت لك يعني كل طفولتي أنا بهذه المكتبة، قاري كل المجلات يعني قبل ما تنباع هون بالثمانينات والتسعينات. وهلا يعني هلا نزل هذا الكتاب وبتمنى انه يضل عندي القوه يضلني احكي عنه لعرف العالم عنه، واللي مهتم بالكتب يعني يشتري هذا الكتاب. وبنفس الوقت اذا بدك مشروعي الجديد مع أشيت أنطوان هو اعمل الجزء الثاني من اسعد الله مساءكم، اللي بيحكي تاريخ التلفزيون من 1990 لليوم. انا تقريبا صرت شي 40% منه عامله كريسيرش، ويعني واعد حالي انه يكون هذا اخر كتاب بعمله. ما حدا بيعرف. شكرا لك، ان شاء الله ما بيكون اخر كتاب. شكرا زفان قيومجان، شكرا طبعا لاداره مكتبه أنطوان اللي احتضنت هذه الحلقه. شكرا لكم مشاهدينا، الى اللقاء في حلقه مقبله من شارع الحمراء.